هل استعمال مصطلح الحظ والنحس يجوز؟ يعني كيف الموقف؟ يعني قال قوم قارون انه لذو حظ عظيم، ولكن ليس الاستدلال بهذا، انما الاستدلال بقوله تعالى: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وكلمة النحس إذا كانت وصفا ليس اعتراضا على القدر جازت. قال تعالى: في يوم نحس مستمر، وقال تعالى: في أيام نحسات كوصف. ولوط قال: هذا يوم عصيب.